وبينما قوات جيش الاحتلال تنكل بالمواطنين الفلسطينيين في أراضينا العربية أيما تنكيل، وبينما هذه القوات تبث على الهواء مباشرة إمعانا في الإذلال لقطات لجرافاتها وهي تهدم البيوت الفلسطينية في بلدة صور باهر في ضواحي القدس الشرقية المحتلة قرب جدار الفصل العنصري، وبينما الكرامة العربية مستباحة كان مستشار الثقافة بديوان ولي عهد أبو ظبي يغرد تعليقا على فيديو للمشجعين الجزائريين اللي كانوا عالقين في مطار القاهرة لأكثر من يومين، غرد بقوله: بعد مشاهدة هذا الفيديو أعتذر عن تشجيع منتخب الجزائر، ولا يشرفني تشجيع منتخب جمهوره أساء لرجال أمن مصر الحبيبة، جمهور همجي ومتخلف، وبعد هذا الفيديو أقسمت أن أشجع أي منتخب يقابل الجزائر حتى وإن كان منتخب إسرائيل. سيبك من الفيديو ومن تصرفات جمهور الجزائر ومن مشاعره الفياضة نحو أم الدنيا وأمنها، وركز في المهم، إننا نحشر دولة إسرائيل وانبطحنا وهيمنا بمن يغتصبنا كلما سنحت لنا الفرصة، ولا ريب فنحن نشهد الأيام التي صار التباهي فيها بالعلاقة المحرمة مع من يحتل الأقصى سببا في رفعة صاحبها لدى حكامنا الأشراف. وبينما تتعالى صرخات الأمهات الفلسطينيات لوعة على الدار التي تحولت لكومة تراب حلم العمر وعشرة السنين، كان هناك وفدا من الإعلاميين والمدونين السعوديين والعراقيين والأردنيين بيزور الكنيست ومتحف يد فاشيم ليلقوا نظرة مباشرة وحقيقية على المجتمع الصهيوني، ولما ارتد إليهم بصرهم قالوا أن زيارة إسرائيل تشبه جولة في بلد الأحلام. نتمنى أن نتمكن من إحضار مئات الأشخاص من بلداننا إلى إسرائيل حتى يروا ما نراه ويشعروا بما نشعر به هنا في إسرائيل. والله قالوا كده الصحفيين الخمسة من العراق والأردن، كان معهم المدون السعودي المتيم بحب مغتصبيه محمد سعود واللي كان ليه أشعار سابقة في جيش الاحتلال لو ما كنتوش نسيه. God bless Israel. My name is محمد سعود. I'm from Saudi Arabia. How much I love this country. We inspire all the world. God bless you and bless Israel. من إيرة سعودية لروش مشلا بنيامين نتنياهو. أنا يا خاد في تداعى لها كل في أنا أهافيم إسرائيل مئود. أنا رتسيل لرؤية أتاخ بسعودية كروف. من إيرة سعودية لإيرة إسرائيل. شلو. أنا رتسيل ل نتساع لتل أبيب. أنت سعودي. أبوت السعودي. I would like to say ولهيم نتل لانو روش ممشلا قدول رك بيبي رك بيبي I am not robot and please support بيبي. وهو تحقق حلمه وزار مغتصبي، والسؤال هنا: هل نحن كأمة أصبحنا جثة هامدة؟ لا وألف لا. هناك من يقاوم ولو بأقل قليل، هناك من يدود بما تطوله يداه. لما حاول المدون السعودي يروح المسجد الأقصى أهلها قبلوه كده: يلا يا رخيص خلي يهودي يحموك يا رخيص يا حيوان يا غاطي يا مطبع يا رخيص يا زبالة يا شيطان مطبع مع آل سعود تبعونا بيجي من الخليج ولا السعودية عشان أي واحد مطبع هذا هو الأرن هيوه يلا 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 حمد يلا بسرعة يا أرن يلا يا أرن يلا ومولي هيك ده عقارة عشان نشوفه يلا هي عقارة على الأرض يلا مشى ذليلا مهانا متأطأ الرأس مرعوبا من الكلمات التي تصفه ومن على شاكلته وصفا دقيقا. المرابطون من أهلنا في الأقصى لم يضربوه فهو أحقر من أن يمدوا أيديهم الشريفة إلى جلبابه، اكتفوا فقط بالبصق عليه. سمعت بسلمان العميد؟ أيوة أيوة هاي أطفال فلسطين كلهم بتف عليك يا مقرن. خلي ترامب يحلبكو خلي ترامب يحلبكو ده يصلي صلي برا ينزل يروح صلي عند اليهود على الكنيسة تروح صلي بيت الكنيسة برا صلي معهم من هون بالسلسلة بالسلسلة روح صلي بيت الكنيسة يا قلبي زبالة الأقصى دائما بتضحي الزباين الأقصى دائما بتضحي الزباين ازيك برا 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 الأقصى برا
وإلى هؤلاء المتصهينين أقول: حمد يا مستشار ولي عهد أبو ظبي، جمهور الجزائر أنقى وأشرف وأطهر منك ومن اللي عينك. أما بالنسبة للمدون السعودي فعايز أقول لكم لن يقتصر البسق على المدون السعودي، والذي لم يتأثر كثيرا بالبسق فهو يعلم كما يعلم كل كائن أنه سيحدث معه هذا ومع هذا، فهو يعلم أنه سينال سرة ذهبية من طال منشاره تكافئه على أداء دور النجس. لن يقتصر البسق على محمد واللي لقبه سعود للصدفة السعيدة. خدوها مني، يوما قريبا ستبصق الأمة بسقتها الكبرى، حيث ستلقي بكل خوان أثيم إلى حيث يستحق. الله غالب.